مثال يعني بفقرتنا التالية رح ننتقل للشباب السوري المتميز والمبدع دائما واللي بيلاقي حلول لكل يمكن الشغلات يلي عم تصير عنا والتفاصيل اليومية يلي عم نعيشها. يعني زنقة مواسم هالسنة وزنقة هو حل طلاب الجامعات بالوقت الحالي. لنتعرف أكثر عن هذا التطبيق نستقبل معنا فؤاد محمود كحيلي وربيع ماهر الفزاع طلبة هندسة المعلوماتية ومؤسسين تطبيق زن. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. يعني اسم التطبيق، صباح الخير اول شيء، يعني اسم التطبيق هيك لحاله بده يشدنا نحن لنتعرف اكثر. عرفونا زنقه، يعني زنقه كلنا بزنقه. هلا بشكل عام هي زنقه هو عباره عن مصطلح منتشر بشكل كبير بالعالم العربي وخاصة بين الطلبة. هو بيدل على فترة ما قبل الامتحانات، بغض النظر امتحانات جامعية امتحانات مدارس إلى آخره، هو بيدل على فترة ما قبل الامتحانات. بهي الفترة بيكون الطالب مضغوط للدراسة، ونحن على وجه الخصوص زنقة بين الطلبة السوريين صار عندهم أكثر من نوع، زنقة مواصلات، زنقة مادية، زنقة دراسة، زنقات كثير مثل ما تفضلتي. فنحن اجت فكرة الموضوع من الطلبة نفسهم انه هو ترند ومصطلح دارج، فنحن ليش ما بنحول زنقه من مشكله او من هو مصطلح يدل على مشكله ليكون مصطلح يدل على حل. وهيك اجت فكره البرنامج. خلينا نعرف تفاصيل اكثر ربيع عن البرنامج. هو شو الحلول يلي بيقدمها للطلاب؟ تماما مثل ما حكى فؤاد، الفكره الاساسيه كانت نحن في عندنا كثير مشاكل عم تصير وخاصه بين الطلاب، في نوع من الشغلات اللي ما عم بتكون دائما واضحه، دائما متوفره بين الناس بين الطلاب. فنحن حاولنا نعمل التطبيق ليحل هالمشاكل. فكل شيء مشاكل نحن عم نشوفها عم نحاول نحلها، بس شوي شوي طبعا الموضوع بده شويه وقت. تمام. نحن حاليا عم نحاول يكون بالتطبيق توفير للشيء كمحاضرات الشغلات العلميه تنبعث عن طريق يعني بتكون موجودة المحاضرات للطلاب. تماما نحن فتحنا الإمكانية للناشر وللطالب أنه يتفاعلوا على المنصة، بحيث نحن فتحنا الإمكانية شبه كاملة لأي حدا بيحب يحط محتوى علمي، وللطلاب يتواصلوا مع الناس اللي عم بيحطوا محتوى علمي بأسلوب ما يكون فيه تعب. وعم نحاول كمان يصير في تواصل أحسن وأكبر معنا نحن كمؤسسين للمنصة، بحيث يساعدونا الأشخاص اللي على المنصة بأنه نختار الشغلات اللي بتساعدهم، نحاول نزيد كميزات من الشغلات اللي هن بيحتاجوها. وفيما بعد عم نحاول نزيد بعد أكبر وأكبر ميزات، كل شيء عم نشوفه عم يحتاجه الطالب بالحالة العامة عم نحاول نوفره على المنصة، بس الموضوع عم بيصير بشكل شوي شوي. فؤاد يعني أيضا شكرا لبيعة. فؤاد أيضا عم نشوف أنه دائما أي فكرة أو أي شيء بدنا نحن نعمله بحاجة لجهد، بحاجة لتعب، وبحاجة إلى دعم. حكوا لنا شوي عن أنه كيف بلشتوا تشتغلوا فيه، لقيتوا دعم؟ يعني هذا الموضوع تفضل. لا، هو كمشروع دائما أي مشروع ببداياته بتعرض لعراقيل كبيرة. تمام. المشروع عمره صار فوق السنتين وبلش بفكرة، بلشت فكرة زنقة. فنحن لحتى نلاقي الدعم تعذبنا كثير، وخاصة انه ببدايات المشروع ما حدا بيدعم، يعني ما حدا بيدعم ابدا غير طبعا المقربين اللي هن مآمنين فيك كشخص، بعدين ليآمنوا بالفكرة، عرفتي كيف؟ فنحن اخذنا الدعم المعنوي من اهالينا، ولاحقا صرنا ندور على داعم ان كان من القطاع العام او الحكومي. تمام. فتدرج الموضوع، نحن لحسن الحظ يعني كنا كثير محظوظين انه نحن لاقينا دعم من قطاع حكومي، هو الهيئه الوطنيه لخدمات الشبكه اللي تابعه لوزاره الاتصالات، لاقينا دعم كافي ودعم كبير كثير منهم، ولاحقا من قطاع خاص هي شركه ام تي ان، ساهمت بنشر الفكره، بنشر ثقافه التعليم. ومؤخرا نحن كثير بنفتخر انه صرنا مدعومين من قبل اتحاد طلبه سوريا. اتحاد طلبه سوريا اليوم هو الراعي الرسمي لنا، الراعي الرسمي لمنصة زنقة اللي هي عم من الطالب وإلى الطالب. يعني نحن عم نحاول صرنا نحل مشكلة الطالب مو بس كمشكلة تعليمية، كمشكلة وصول وتواصل. يعني بالنهاية نحن اليوم الطالب بيحب يوصل للمنظمة اللي الراعي له، وبنفس الوقت المنظمة الراعي بدها توصل للطلاب، توصل للطلاب سوريا كلهم. فنحن وفرنا هي الوسيلة، صار اليوم عن طريق التطبيق انت بتدرس وبنفس الوقت بتوصل مشكلتك، بتوصل الشكوى، بتوصل الاقتراح، بتوصل السؤال، بتوصل الاستفسار، وبيوصلك الحل. نحن اليوم عم نحاول قدر الامكان هيدي المؤسسه اللي هي منظمه اتحاد الطلبه يعني يوصل قدر الامكان للطلبه اللي هن نوعا ما بيستظلوا،
المظله تبعهم هي اتحاد الطلبه، هي شراكتنا. اليوم التطبيق هل هو متاح لكل الطلاب بسوريا انه هن يدخلوا له ياخذوا المعلومات يلي بدهم اياها منه؟ والمعلومات هي لكل، هي فروع جامعات او هي لطلاب مدارس؟ خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن التطبيق. هي المعلومات المتاحه والمواد المطروحه لمين موجهه؟ نحن مثل ما حكينا من شوي تمت الشغله كلياتها شوي شوي صارت بالتدريج. فنحن بالاول كان في عندنا كميه من الجامعات فقط هي اللي فينا نتعامل معهم، فينا نحط محتوى علمي تماما. نعم. بعدين صار فينا نتوسع. هلا حاليا اي صرنا شاملين كافه الجامعات السوريه بكافه الاختصاصات والكليات والسنين. طبعا هذا الشيء بيساعدنا على التقسيم، حتى يعني بفوت الطالب على التطبيق بيختار هو بده المحاضره من اي جامعه، من اي كليه، من اي سنه، بعدين بيشوف شو في عنده كمقررات، يفوت على المقرر اللي بده اياه، وراح يتم سرد شو في كمحاضرات موجوده بهذا المقرر على المنصه. نعم. فهو يعني عمليا التطبيق مخصص لطلاب جامعيين حاليا. حلول حكيتوا عنها، انه دائما الانسان وقت يعمل اي شيء بده حل، يعني هو زنقه مرادفه حل لا. شو الحلول اللي كانت متاحة ضمن هذا التطبيق؟ هلا ولأي حد عملتوا شيء تجريبي ولا؟ هلا مبدئيا اليوم المشروع كانطلاقة صار عمره تقريبا 4 شهور. تمام. اليوم نحن عندنا 20,000 مستخدم على التطبيق تقريبا. بنفس الوقت نحن تخطينا حاجز الألف محتوى تعليمي. ونحن دائما انطلقنا من مقوله كثير يعني نحن بنعتز فيها، انه الطالب ممكن يكون دائما افضل استاذ لزميله الطالب. ليش؟ لانه نفس التقارب الفكري، نفس التقارب الثقافي، بيكون ابسط كثير. يعني انا مشان افهم صديقي او رفيقي او زميلي بيكون ابسط كثير. فنحن اعتمدنا على هي المقوله، والحلول اللي اوجدناها هي من الطالب نفسه. يعني دائما في عندنا هذا الناشر اللي هو ممكن يكون طالب، ممكن يكون فريق من الطلاب. يعني على سبيل المثال نحن اليوم على المنصه عندنا فرق ناشرين، هدول الفرق هن فرق تطوعيه احيانا عم يكون. مثلا نضرب مثال فريق دلتا، هن عباره عن مجموعه من اطباء الاسنان. تمام. اللي هن بينشروا محتويات تعليميه، هيدي المحتويات التعليميه بتفيد اطباء الاسنان بمجمل سوريا، مو انه بيستهدفوا جامعه بعين. فهذا الموضوع كان حل، احنا اوجدنا حل، ما تقيدنا بس بجامعه معينه. مثل ما ذكر ربيع، نحن عندنا اليوم جامعات سوريا كلها بالقطاع العام يعني الحكومي والخاص. وبالتالي اي دكتور او اي طالب عم يقرا طب اسنان فينه يوصل للمعلومه. يعني دائما طالب الجامعه هو باحث يعني عن معلومه مفيده تزيد من خبرته العمليه وخبرته العلميه ايضا، وبحاجه فعلا لهذا التبادل. كيف عم تسعوا على تطوير التطبيق؟ كيف عم تشتغلوا على موضوع التطوير؟ في جهات معينه حاليا عم تساعدكم لحتى يمكن يصير بالشكل الامثل اللي انتم بتتخيلوه؟ هلا الجهه الداعمه الاتحاد الوطني لطلبه سوريا. انا قصدي هلا هن اللي عم بيقدموا لنا الدعم اللي عم نحتاجه من ناحيه لحتى يعرفونا على مشاكل الطلاب اكثر اللي نحن محاسين فيها. في كثير مشاكل نحن حاسين فيها، بس في مشاكل طبعا تختلف من جامعه لجامعه، تختلف من مكان لمكان، فنحن عم نستعين فيهم لحتى يخبرونا شو في مشاكل وشوف ممكن يكون في حلول مقترحه، ممكن الحل يقترح من عنا او من عندهم يكون الاقتراح ونحن نحطه على التطبيق. هيك حلول بشكل عام. نحن حاليا عم نحاول نوفر وسيله لحتى الاشخاص اللي عم يتفاعلوا معنا يساهموا باتخاذ القرار لشو الميزات اللي راح تصير جديده. عم نحاول نسهل ونخلي الامور المتعلقه بحياه الطالب الجامعي كثير بسيطه بشتى الوسائل. عم نشوف شو الحل الاحسن دائما لاي مشكله. كل مشكله عم نشوفها عم نحاول نشوف شو الحل الامثل ونطبقه على المنصه. استبيان، يمكن من خلال حديثك انه انتم قمتوا باستبيان للطلاب لتشوفوا، وراح يصير في هيك شيء بعد احسن واحسن باسلوب احلى. اكيد دائما اي شيء بنعمله نحن لازم نطوره. يعني ضمن الاستبيان اللي انتم عملتوه بين الطلاب، هل احيانا بتاخذوا افكار من بعض؟ يعني اكيد نحن بناخذ افكار من بعض بغض النظر انه الانسان بيشتغل على شيء، ولكن بيطور هذا الشيء من خلال اراء معينه، والاقدر على فهم هدول القصص هو اللي فايت على التطبيق وشايف الايجابيات، واحيانا بيكون في له سلبيات. فقديش عم تاخذوا بهذا الموضوع؟ هلا نحن من انطلاقه التطبيق لليوم، نحن نسخه جديده اطلقناها من فتره 7 ايام باحتفال عيد الطالب العربي. حلو. فهذا الموضوع كان فيه تحسينات كبيره، وخاصه انه المشروع وقت اللي بينطلق ما بيكون في هذا التصور الكافي له، او انا وين ممكن
اوجد الايجابيه وين ممكن اعالج السلبيه. فنحن الفتره المبدئيه كانت فتره تجريبيه واطلقنا النسخه الاولى. النسخه الاولى اجتنا كثير ردود انه نحن بدنا نحسن بهذا القطاب، بدنا نحسن بهيدي الفكره. فنحن اخذنا هيدي الاراء ووظفناها بالنسخه الثانيه وطلعت معنا النسخه الثانيه بهذا الشكل. نتمنى لكم نحن كل التوفيق يا رب. طبعا التطبيق كيف بيقدروا ينزلوا العالم الطلاب، خلينا نقول لهم كيف بيقدروا ينزلوا التطبيق؟ عن طريق جوجل بلاي. عن طريق تمام جوجل بلاي. جوجل ستور بشكل عام بينزل التطبيق بالعربي، تطبيق الاسم زنقة بالعربي. شكرا كثير لكم وموفقين يا رب. نتمنى لكم كل التوفيق ويقدر هذا التطبيق يوصل للشيء اللي انتم بتطمحوا له ويكون يعني بيتجه نحو كل الطلاب بسوريا. شكرا كثير لكم.